صباح واهلا وسهلا على القناه. اليوم بدنا نتحدث عن هاتفين شركه بوكو نزلتهم بالام دبليو سي 2022. عم بحكي عن البوكو ام 4 برو والبوكو اكس 4 برو 5 جي. هالتليفونين معتبرينهم بادجت، بيستعملوهم يعني كبادجت تليفونات، بس بيعطوهم مميزات زياده، يعني بتدفعوا قليل بس بيعطيكم مميزات حلوه، بانك فور ذا باك بيسموها. ان شاء الله يكون يعجبكم هالفيديو، وشكرا جزيلا لشركه بوكو، خلوني اقدر اشوف هالتليفونات واعطيكم خبرتي بعد استعمالهم. يلا خلينا نتحدث عن كل المميزات الحلوه عن البوكو ام 4 برو والبوكو اكس 4 برو 5 جي. عملوا لايك وسجلوا على القناة حتى دايما تعرفوا لما ننزل لكم فيديوهات جديدة. قدامنا التليفونين اثنيناتهم، عنا الام 4 برو موجود هون على الشمال، ما عنا 5G عليه لهالتليفون، وعنا الاكس 4 برو 5G موجود هون على اليمين. هلا الفرق بيناتهم اثنيناتهم مثل ما نلاحظ، اول شيء انه حجمه اكبر بشوي، بس كمان نشوف الكاميرا الاساسية هون 108 ميجا بكسلز بدل ما تكون 64 ميجا بكسل. غير هيك عنا 5G هون مكتوب عليهم كمان موجود لورا مثل ما خبرتكم، والالوان عليه هذا الطريقة اللي عملوا الازاز كثير منيح، بنشوف كأنه في عنا اضوية طالعين عم يطلع من يمين للشمال وشكله كثير حلو. بس السيستم موجود مثل ما قلت لكم، 108 للكاميرا الاساسيه، الكاميرا الثانيه حتكون 8 ميجا بكسل للالترا وايد و2 ميجا بكسل للتلفوتو الماكرو قصدي، سوري. على الشمال هذا هو الام 4، مثل ما شفنا من قبل نظامه كتير منيح، غير شوي الغطاء من ورا، 64 على الكاميرا الاساسيه، 8 نفس الشيء الالترا وايد و2 على الماكرو، وعندنا كمان الدول تون LED فلاش. ما عندنا وايرلس تشارجنج على اثنين اي واحد منه لهالتليفونين، عندنا 5000 ملي امبير موجوده على كل تليفون. التشريج على اليمين على الاكس 4 على 67 واط، بيقدر يشارجر شارجر اسرع. عندنا كمان الحاسوب سناب دراجون 695. على الشمال عندنا الكوالكوم، سوري، عندنا الميديا تك جي 96 اللي موجود عليه 5000 ملي امبير مع 33 واط تشارجيج. سو في فرق شوي بيناتهم. لما بنقلب لقدام ونطلع على الكاميرا الموجوده هون 16 ميجا بكسل على اثنيناتهم، سو في فرق، في مميزات كثير بيتشاركوا بيناتهم للتليفونات. الشاشه هون 6.67 120 هرتز 1080 بي ريزولوشن، بتضينا منيح كثير. على الشمال عندنا هون 6.4 43 وموجود عليها 1080 بي 90 فريمز بير سكند بسبب الحاسوب الموجود عندنا هون. لما بنعمل مقارنه بيناتهم اثنيناتهم على الجيك بنش 677 على 526، بنلاحظ انه في فرق شوي، وبسبب قوته لهالحاسوب بنقدر يعطونا شغلات اجدد، تشريش اسرع، بيعطونا كمان الريفرش ريت ل 120 هرتز بدل ما بنشوف موجود هون على 90 هرتز. اثنيناتهم موجودين هلا، خلينا نسحب هون على الشمال، عندنا السيستم تبع ال 100 واي، فينا نفوت لهون ونطلع عليه. اثنيناتهم عم بيستعملوا ال 100 واي 13 على اندرويد 11، هيدي شغله لازم نعرفها. هلا الموديلات اللي عندي هون انا عندهم اثنيناتهم 128 للذاكره، وفينا نزيد كمان على الذاكره بالاس دي كارد عليها، هذا كثير منيحه. بس الشغله الوحيده اللي بنعرفها مثل ما قلت لكم اندرويد 11 عليه لل 100 واي 13. اذا بنطلع لفوق عندنا سماعات سبيكر ستيريو اثنيناتهم، عندنا سماعات الهيدفون جاك، عندنا الاي ار بلاستر لنسيطر على التلفزيون، وعندنا من تحت كمان دول سيم لنقدر نزيد السيم كارد عليهم للتليفون، واليو اس بي سي وميكروفون وسبيكر ستيريو، هيدي اللي عجبتني فيهم كثير. رغم انه هذا ارخص شوي منه للاكس 4، برضه عندنا المميزات حلوه. على الشمال عندنا الاندرويد جوجل فيد موجود عليه، على اليمين بنشوف كل التطبيقات تاعتنا، بنسحب لفوق عندنا الاب درور بنشوف كل التطبيقات الموجوده عندنا. مثل العاده البوكو لانشر موجود بقلب التطبيقات، نقدر تنزلوها وتشوفوها. مثلا هون تحت الالعاب بتشوفوا انه منزلين العاب غير الباب جي، وفيكم تنزلوا تطبيقات ثانيه لتلعبوا فيهم. شغله واحده بحب لكم عليها، انه على ليلي اذا بتحبوا انتم لعبه الباب جي مثل ما انا بحبها، في عندهم نظام هون موجود ليعطوكم سكن خصوصي بالنسبه للسيستم. مجرد ما تنزلوها ما فيني اقلب على الشمال لانه ساعتها بتشوفوا الكود، بتجوا على التطبيق بتنزلوا التطبيق وبعدين بتكسروه على الشمال، ساعتها فيكم تجيبوا الكود وجربوها. اثنيناتهم الام 4 والاكس 4 اثنيناتهم عندهم هذه المميزه الحلوه. الكاميرات مثل ما خبرتكم، مثل ما قلت لكم اول شيء الاساسيين موجودين هون، الفرق بيناتهم اثنيناتهم 108 على 64، هذا الفرق الاساسي بيناتهم. فينا نسجل 1080 بي على اثنيناتهم، الكاميرا الموجوده قدام والكاميرات الموجوده ورا، عندنا البرو مود، الفيديو، عندنا البورتريت وشغلات كل اللي عاده بنشوفها من قبل. المميزات اللي عندنا هون كلهم نفس الشيء، بس في فرق صغير، عندنا الدول فيديو واللونج اكسبوجر معموله بس خصوصيه على 695، معناته فيكم تاخذوا صور بالليل لما بتعملوا ويكون في ضوء منيح، حفرجيكم شوي صور هلا كمان من ديزني لاند، كيف تعطيكم الخبره تاعته للتليفون، بتكون كثير منيحه. هلا بعطيكم مصدر عن الكاميرات الموجوده قدام ورا على البوكو ام 4 والبوكو اكس 4 برو. هلا حنبلش بالكاميرا الاساسيه الموجوده قدام هون، 1080 بي مثل ما خبرتكم، هذا الاكس 4 برو هلا بتنمش على الام 4.
اللي عجبني فيه اكثر شيء انه الكاميرا الموجوده ورا اقوى من الموجود على التليفون، سو اذا قلبنا لهونيك بيكون عندنا 108 ميجا بكسل بدل ما يكون عندنا 64. يلا خلينا نشوف كيف الصوت والصوره من الكاميرا الاساسيه، احسن كاميرا موجوده على التليفون. الكاميرا الاساسيه الموجوده ورا مثل ما قلت لكم 108 ميجا بكسل، معناته الكاميرا احسن بكثير اللي بنشوفها من قدام. هلا شغله لازم تعرفوها انه فينا نسجل 1080 بي 30 فريمز بير سكند على اللمزه الالترا وايد والكاميرا الاساسيه، بس اذا قلبتوا على الالترا وايد عم تستعملوا الكاميرا اللي بتكون 8 ميجا بكسل، معناته اضعف من الكاميرا الموجوده قدام. اذا بدكم تصوروا فيديو وتاخذوا صور استعملوا احسن لمزه موجوده هون، حتى اذا بدكم تعملوا السيلفيز ولا هيك شغلات استعملوا ال 108 عليه للاكس 4 برو. حنبلش اول شيء بالكاميرا الاساسيه الموجوده قدام على البوكو ام 4. ال 1080 بي 30 فريمز بير سكند بيجينا احسن شيء، بس على القليل لازم تعرفوا انه اذا قلبنا على الكاميرا الموجوده ورا بيكون الكاميرا احسن شوي. الكاميرا 64 ميجا بكسل صح تعطينا صوره احسن لانه الكاميرا اللمزه تاعتها احسن بكثير من الموجوده هون. خلينا نقعد لورا ونشوف كيف الصوت والصوره من هونيك. هلا عم نستعمل الكاميرا الاساسيه الموجوده ورا 1080 بي 30 مثل ما خبرتكم، بس المفروض ان شاء الله تكون الصوره احسن من اللي ما شفناها من قبل. مثل ما قلت لكم احسن شيء انه هالتليفون بيعطينا نفس الخبره من قدام ومن ورا، بس احسن لمزه موجوده عليه لهالتليفون مثل ما بنعرف موجوده ورا، عشان هيك بقول لكم اذا بدكم تستعملوا تاخذوا صور تاخذوا فيديوهات تعملوا اي شيء استعملوا هذيك اللمزه، حتى اذا بدكم تاخذوا سيلفيز استعملوا هاللمزه الموجوده ورا. سو مثل ما شفتوا الصوت والصوره مثل ما كنا مستنظرين بسعره لهالتليفون. هلا خلينا نعمل تجربه على السماعات الموجودين على هالتليفون، اثنيناتهم عندنا سماعات ستيريو سبيكرز موجودين كثير منيح، وحده لفوق وحده لتحت غير السماعه اللي بنستعملها للمكالمات. عمل الفوليوم هون ل 100% حتى نقدر نسمع عليها، حنلعب غنيتنا اليكس كريندو جامبو من ان سي اس ريليس، خلينا نبلش بالبوكو ام 4. صوته والله منيح ما في اشكال، البيس تبعه منه كتير قوي بس بنقدر نتسمع عليه مزبوط، يعني مكالمات نتسمع عليه للالعاب ولا نعمل هيك شغلات حتمشي مزبوط. خلينا هلا ننقل على الاكس 4 برو. الصوت في فرق بيناتهم اثنيناتهم صراحه، بيني وبينكم البيس عليه اقوى شوي ومبين عليه مثل كانه اعلى شوي، خبروني تحت قولوا لي شو رايكم انتم. بس انا بيني وبينكم ببعتقد في اي اشكال بيناتهم اثنيناتهم، قوه الحاسوب بيناتهم كثير قريبين من بعض رغم انه ال 1695 بيكون اقوى منه للتليفون الثاني. الالعاب عليهم اثنيناتهم حيكونوا نفس الشيء، لما بدنا نلعب العاب بنستعمل الجيم سنتر تبعهم، فيكم تنزلوا التطبيقات ونعمل كانسل هون وتقدروا تشوفوا كل التطبيقات الالعاب اللي انتم منزلينها. اذا بدكم تلعبوا من الالعاب مثلا مثل هون الببجي موبايل فيكم تشوفوها، حفرجيكم مصر بعد شوي كمان مثل كيف تمشي مزبوط. الحلاوه فيها انه عندنا السيستم تبع الجيم سنتر تبعهم هون موجود على الفلوتينج، فينا نعملها من هونيك، فيكم تشوفوا عده شغلات تظبطوه هون، خلينا ننزل الصوت هون. فيكم تنقلوا بين دفء الالعاب ثانيه، تعملوا سكرين ريكوردينج، الكاستينج، البرايتنس، وحتى تقدر تشوفوا هون كمان قد ايه قوه الجي بي يو، الفريم ريت تبعه، وكله مشهود خاصه اذا عم تستعملوا السيستم، فيكم تعملوا كمان اوفر كلوكينج. نيجي على مرحله الالعاب هون خاصه بلعبه ببجي، احسن شيء حنقدر نعمله هو الاتش دي والهاي، اذا بننزل على البالانس فينا نطلع على الالترا، بتعطينا على قليل الفريم ريت المضبوط تبعنا. بس احسن شيء مثل ما بقول لكم اتش دي والهاي بيكون احسن شيء موجود هون، وهيدي بسبب خبره الحاسوب، هيدا بيكون نفس الشيء على التليفون هذا ولا على التليفون الام 4، ما حيكون عن الخبره كثير فرق بيناتهم كثير. هلا اعطيكم مصدر عنه للتليفون خاصه اللعبه، خليني هلا اعطيكم مصدر عن اللعبه عليه للببجي موبايل منه للبوكو اكس 4 برو. سو مثل ما عم تشوفوا الفيتشرز الموجودين فيه لهالتليفون اكثر بكثير من اللي عم ندفع عليه، اللي عاجبني فيه كثير اكثر شيء خاصه الاكس 4 انه بيعطينا الخبره ال 120 هرتز، التشريج السريع، البطاريه الكبيره والشاشه منيحه، بتضاينا مدله طويله. لما نتحدث عن الكاميرات موجودين هون مثل ما قلت لكم اثنيناتهم بنصيحتي لكم اذا حتجيبوا اي منهم لهالتليفونات استعملوا بس الكاميرا الاساسيه الموجوده ورا، ال 108 على الاكس 4 وال 64 على الام 4 بيعطيكم احسن صور واحسن فيديو. مثل ما قلت لكم رغم انه 1080 بي قدام و 1080 بي ورا في فرق لما بتستعملوا اللمزه المضبوطه ورا.
غير هيك لما بنروح نحكي عن الصور، اخذتهم كمان معي مثل ما قلت لكم من قبل، اخذتهم على ديزني لاند. خليني افرجيكم شويه صور. هلا حنبلش بالبوكو اكس 4. الصور كتير منيحة، ما في إشكال. بالنسبة لي أنا المميزات الحلوة فيها لهون إنه عندنا long exposure، عندنا مميزات حلوة فيها ما موجودة حتى بالM4 بسبب قوة الحاسوب اللي عندنا هون. مثل ما شفتوا بالجيك بنش الX4 أقوى شوي منه للM4، ولما نتفرج على الصور منه للM4 ما فيهم إشكال كتير بيني وبينكم. يعني إذا بتاخذوا الصورة وفي عندكم ضوء منيح هتمشي منيح، النايت مود فوتوغرافي بتمشي شوي. الشغله الوحيده اللي بقولها بيني وبينكم صراحه السيستم، لانه ما عم نستعمل اندرويد 12، بعدنا على اندرويد 11 مع مي يو اي 13، بيكون بطيء شوي اكثر على الام 4 من ما يكون على الاكس 4. سو هذه الشغله بدكم تشوفوها وبتعرفوها على القليله. اذا بدكم تجيبوا تليفون مزبوط وعندكم شوي مصاري زياده، بنصيحتي انا بقول روحوا للاكس 4. الام 4 منيح وبيكون كتير منيح اذا بدكم توفروا مصاري على تليفون منيح من شركه بوكو. ان شاء الله يكون عجبكم هالفيديو. شكرا جزيلا لشركه بوكو على انه خلوني اشوف هالتليفونات واعطيكم خبره رايي فيهم للتليفونات بعد استعمالهم شي جمعتين. ونشوف شو رايكم انتم، خبروني تحت قولوا لي شو رايكم فيهم لهالتليفونات. يلا مع السلامة، شوفكم إن شاء الله بالفيديو الجديد.